أطلق الجيش الليبي عملية طوفان الكرامة مطلع إبريل الجاري لتخليص طرابلس من قبضة الإرهابيين. اشتعل جنون الميليشيات وردت بغارات على مواقع الجيش لتقويض نجاحاته. ففي العزيزية تعرض معسكر اللواء الرابع جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى قصف بالطائرات. أما مدينة غريان فكانت هدف الميليشيات الأول بعد إعلان دعمها لتحركات الجيش لإنهاء الفوضى. حتى الجنوب لم يسلم، وشنت قوات تدعى حماية الجنوب هجمات على قاعدة تمنهنت الجوية. فمن هي هذه القوات وما هدفها من إطالة أمد الفوضى وتدمير ليبيا؟ تتكشف الحقائق تباعاً إذا علمنا أن المنفذ عصابات تشادية يقودها الليبي المطارد إبراهيم سالم جدران بأوامر من الإخواني علي الصلابي المقيم في قطر. وحصلت الميليشيات على 50 مليون دينار لإتمام المهمة. بات الهدف واضحاً من وراء الأموال القادمة من الدوحة والمرتزقة في العاصمة الليبية، تخفيف الضغط على الميليشيات في طرابلس ومصراتة مهما كان الثمن، ومنع الجيش من دخول العاصمة خشية فقدانها لأول مرة منذ سقوط القذافي. أما السبب الأكبر فكان التشويش على مناشدات البرلمان الليبي للمجتمع الدولي بإيقاف التخريب القطري للأراضي الليبية. لماذا يريد نظام الحمدين استمرار الفوضى وأذرعه الإرهابية في ليبيا؟ هل يستهدف دول الجوار؟